السلام عليكم. هنتكلم اليوم عن ليكتشر البيرت افكتس. تمام، بداية عندنا هنا في اول سلايد فيها تعريف اللي عندنا. اول شيء التيراتولوجي يقول لك is derived from the Greek noun teras meaning monster. من يعرف ايه قصده، منه كان يعني شكل البيبي يكون غريب يمكن عشان كذا. فايش هو التيراتولوجي؟ it is the science study of congenital abnormalities and abnormal formations, the study of birth defects باختصار يعني. طيب عندنا اشياء بنسميها تيراتوجنز. ايش هي التيراتوجنز؟ زي ما شفنا شفنا في الفارما، مو في ادويه كان يقول لك انه كونترا انديكيتد ان بريجننسي اللي هم الكاتيجوري اكس. فهذه نفس الفكره هنا. التيراتوجنز بشكل عام are substances that may produce physical or functional defects in the human embryo. يعني اي حاجه ممكن انها تسبب يعني functional defects او شيء مشكله في الوظائف او في الشكل او في الاعضاء مثلا، هذه بنسميها ايش؟ تيراتوجن. Or basically, or fetus after the pregnant woman is exposed to the substance. يعني إذا كان في حاجة أخذتها ال woman مثلاً وسببت أو تعرضت لها ال woman وسببت تشوهات أو مشاكل يعني في ال functions حقت ال embryo، فهذه بنسميها إيش؟ teratogens. إيش الأنواع اللي عندنا؟ عندنا مثلاً طبعاً عندنا قسمهم four categories. عندنا infectious agents، بكتيريا، protozoa أيا كان، chemical، physical، والmaternal health and genetic. نبدأ أول شيء بالinfectious agents. تمام، عندنا مثلاً الفيروسز، الروبيلا، السيتوميجالوفيروس، الهيربس سيمبلكس. فأحياناً حتى يقول لك مثلاً إنه الومن إذا كانت مثلاً يعني she's planning إنه to have a baby، يقول لك لا أحسن قبل لا هذا إنك إيش، إنك يعني تسوي فحوصات تتأكد إنه ما يكون عندك مثلاً هذه الفيروسات أو يكون عندك شيء. مثلاً البروتوزوا زي التوكسوبلازموزس أو إن هذا اللي يجي من البساس. تمام، أو البكتيريا سيفلس. وهنا في أمثلة على إيش، على الأشياء اللي بتسببها. فايش يعني بعض باختصار انه بعض الانفكشس اللي بتجينا ممكن انها تسبب ايش؟ مالفورميشنز لو انه كانت يعني الومن تكون حامل. الشيء الثاني عندنا كيميكال ايجنتس اند دراجز. طبعا انا السؤال اللي اكيد يعني عندنا كلنا، هل لازم نحفظ هذه الاشياء ولا لا؟ صراحه ما اعرف، بس انه انا ما اظن صراحه مثلا حيجي يسالني او مثلا اتش اي في حيسوي مايكروسيفالي، ما اظن صراحه شيء زي كذا. يعني غالبا حيكون شيء مثلا يقول لك انه مثلا التوكسوبلازموزس ايش يعتبر من التيراتوجين، هل هو انفكشوس ولا كيميكال، او انه غالبا يكون شيء زي كذا يعني. طيب النوع الثاني عندنا اللي هو الكيميكال ايجنتس اند دراجز، زي ما احنا شايفين هنا الاي سي انهبيترز اذا اخذناه. تمام، مثلا ايش كمان؟ الوارفرين. فهذه كلها ايش؟ الكحول، اي اشياء يعني ممكن انه لو اخذتها بريجننت وومن تسبب ايش؟ تشوهات. وهنا في ايش امثله الواحد بيقرا عليها او شيء. هذا الثاليدومايد، هذا ترى اصلا كان دواء اللي هذه الدكتور قال ان هي انه كان دواء للمورنينج سيكنس حق اللي تعرف الحمل لما تكون حامل مو كذا حان يجيهم في الصباح انه كذا مورنينج سيكنس وغثيان وكذا، فكان يستخدموا هذا الدواء ثاليدومايد. تمام، فبعدين اكتشفوا انه لا، انه هذا الدواء هو بنفسه ايش هو يسبب مالفورميشن وايش، وخلاص سحبوه. يعني هنا بعض الأشياء مثلاً الكحول فيتال الكحول سيندروم، سيجاريت سموكينج برضو يعتبر تيراتوجين، الكوكايين. تمام، في هذه الكليفت لب أو بالعربي اسمها الشفة الأرنبية، أحياناً تصير كليفت لب آن بالت. يعني هنا صار حتى هذه الهارت وسف بالت برضو إيش مش جوجا، مو بس إيش الشفة يعني. طيب خلصنا من الافكتشوس ايجنتس والكيميكال، نجي الحين عند الفيزيكال، ومين اللي بتكون ايش اللي هي الراديشن. تمام، قال لنا ايونايزنج راديشن از ا بوتنت تيراتوجين. عشان كذا لما تكون عندنا مثلا الومنز اللي يكونوا حامل ما يروحوا ايش، ما يروحوا يسووا مثلا اكس راي بشكل كبير، او ما يسووا مثلا سي تي سكان او اي شيء زي كذا، لانه ايش في راديشن. تمام، producing any type of birth defects depending on the dose، يعني كمية الأشياء اللي تعرضت لها، duration of exposure قد إيش المدة اللي قاعدة تتعرض، stage of development مثلا هل هي مثلا من الأسبوع الثالث ولا الأسبوع الرابع ولا الأسبوع العشرين ولا الأسبوع الخمستاش، لأنه إيش، لأنه مراحل development في بعض المراحل زي اللي إحنا شفناها أول مثلا قلنا من الأسبوع الثالث للثامن هذه الإمبريوجينيسز اللي تتكون فيها organogenesis، معناش اللي تتكون فيها الأعضاء. فهذه المراحل لو صار فيها اي يعني اتس فيري كريتيكال، لو صار فيها اي مشكله حتكمل يعني، ويكون يعني مره يكون انه تصير فيه مشاكل مره كبير، لانه كل الاعضاء لسه دوبها قاعده تنمو زي كذا. فاي مشكله بسيطه في النمو الاساسي العضو حتصير ايش، حتكبر بعد كذا وتسبب مشاكل اكثر. هنا قال لنا برضو radiation from nuclear explosion is also teratogenic such as هيروشيما ناجازاكي. حتى دحين لو انا لما بحثت عن هذه النقطه كذا اكثر، يقول لك انه شوف مثلا دحين في بعض المناطق مثلا زي في سوريا والعراق زي كذا، مو
قاعدين يستخدموا فيه أسلحة كيميائية وزي كذا، فكذا جايبين صور لأطفال، يعني والله مرة شيء كذا يعني يخوف، وإن كذا أطفال يكون عندهم تشوهات كذا بسبب هذه الأسلحة اللي قاعدين يستخدموها. يعني الشيء الرابع عندنا الماتيرنال كونديشنز، بدأ مثلا موضوع الهرمونز، إذا كان مثلا في مشاكل في الهرمونز، مثلا تكون الأم عندها دايابيتيز أو أوبيسيتي، فممكن من الأشياء اللي تصير عندنا زي الأنسفالي والهادي سباينا بيفيدا اللي شفناها أول وقلنا سببها إيش، اللي هو نان كلوجر أوف ذا نيورو بورز ومفالوسلي، فهذه كلها إيش أمثلة عليها. طيب نجي عند الجينيتيك كوزز أوف بيرث ديفكتس. الجينيتيك كوزز إحنا دقيقة، إحنا أخذنا أول في الباثولوجي أخذنا ثلاث أنواع، أخذنا النمبريكال وستركتشرال وايش والميوتيشنز، تمام. حنبدا بالنمريكال. يعني ايش نمريكال؟ يعني يكون عندي كروموسوم زياده، فعندي مثلا ترايسومي 21 الاوتوسومز، يكون عندي كروموسوم 21 يكون عندي ثلاث نسخ بدل نسختين، هاي اللي بتعطينا داون سيندروم، تمام. عندنا مونوسومي اكس، هذه بتكون ايش للفيميلز، يكون عندهم ايش اللي هو السكس كروموسوم، مو الفيميل يكون عندهم اكس اكس، هذول لا يكون عندهم بس اكس واحد، تمام. فهذه بتكون ايش تيرنر سيندروم، واظن انه ترى عادي، يعني صح يكون عندهم كذا كاركترستكس غير، بس انه ترى ذي كان ليف عادي يعني نورمالي. برضو في ترايسومي اوف 6 كروموسومز عند الميلز اللي هي ايش الكلينفلتر سيندروم، هذا بيكون عندهم اكس اكس واي، يعني 2 اكسز و1 واي، تمام. وبرضو بيكون عندهم ايش يعني كذا سيرتن كاركترستكس كذا غير، بس انه ذي كان ليف نورمالي. حد يقول لك انه بعضهم انه ممكن انه اصلا ما يعرف انه يكون عنده هذا الكلينفلتر سيندروم، على كلام دكتورنا قال لنا كذا انه يقولوا انه توم كروز عنده، بس انا ما ادري صراحه، اللي بيبحث. طيب بعد كذا عندنا الستراكشرال، شفنا النمريكال الستراكشرال تفكر اللي اخذناها ترانسلوكيشن وانفيرجن. الترانسلوكيشن مثلا عندي هذا الكروموسوم هنا، تمام، وكان عندي هنا كروموسوم ثاني، ففي الترانسلوكيشن صار كانه تجي قطعه من هنا تنكسر وتروح هنا، وهذا مثلا تجي منه قطعه ويصير هنا، فصار في عندي ايش انعكاس، تمام. او يصير عندي انفيرجن، يكون انا عندي هذا الكروموسوم مثلا هذا اللونج ارم شورت ارم، فيكون هنا مثلا خلينا نقول انه هذه كذا في جزء هنا مثلا، فلو يصير فيه بريك يصير الجزء هذا اللي تكون بدل ما كان مثلا والله في الاخير تحت يصير ايش طلع هنا مثلا فوق، فيصير فيه انعكاس، كانه تفتكروا كانوا مكتبينه مثلا A B C يصير مثلا C B A مثلا زي كذا، يعني انه ينعكس، تمام. بعد كده عندنا الانوماليز كوزد باي ميوتد جينز. احنا عندنا ثلاثة انواع قلنا، الاول شيء النمبريكال ستراكشرال، وبعد كده الميوتد جينز اللي تفتكروها اخذناها اللي هو بوينت ميوتيشن ولا تسوي نونسنس ولا زي كذا، تمام. فهذه يقول لك ميوتيشن يوجوالي انفولفز ا لوس او تشينج ان ذا فانكشن اوف ا جين، ميوتيشن از بريمننت لانه خلاص الميوتيشن حتكون طول الوقت، ميوتيشن كان بي انكريزد باي سيفرال انفايرمنتال فاكتورز، يعني مثلا اذا هو اصلا عنده ميوتيشن وتعرض لفاكتور ثانيه ممكن ايش ات وورسن ايش ذا ميوتيشن. طيب ميجر تايبس اوف كونجنيتال ابنورماليتيز. طب الحين احنا حنصنف ليش، احنا اول صنفنا التيراتوجينز اللي هي مسببات ايش الكونجنيتال ابنورماليتيز، الحين حنصنف الكونجنيتال ابنورماليتيز نفسها، الاشياء اللي بتصير عندنا بنصنفها هي نفسها كيف تصير او ايش انواعها، تمام. فعندنا ثلاث حاجات، مال فورميشن deformation و disruption. انا قبل لا ابدا في الكلام اللي هنا بس في صوره جبتها هذه من النت عشان تكون اوضح، تمام. كذا عندنا ايش النورمال ديفلوبمنت، تمام. المالفورميشن ايش معناته؟ معناته انا عندي مشكله في بدايه الديفلوبمنت، نفس عمليه التكون الطبيعي اللي المفروض تكون موجوده، نفس هذه العمليه فيها مشكله، نفس عمليه التكون الطبيعي للعضو فيها ايش فيها مشكله، مثلا جيناتك او انفايرمنتال اي كان السبب حقها، لكن في مشكله في نفس عمليه التكون، تمام. الديسربشن لا، انا عندي عمليه النمو طبيعيه لكن جاني فاكتور اثر عليها كذا كانه قطعها في النص وسبب ايش بعد كذا سبب مشكله، هذا بيحمل انه ايش في مشكله، تمام. فيعني كان عندي نورمال ديفلوبمنت بادي طبيعي وماشي طبيعي، هذا الخط معناته انه نورمال ديفلوبمنت، بعد كذا جاء شيء في فاكتور اثر وهذا الفاكتور سوى ايش سوى ابنورمال ديفلوبمنت، تمام. عكس المالفورميشن، المالفورميشن احنا بدانا بابنورمال ديفلوبمنت، يعني النورمال بروسيس حق الديفلوبمنت فيها مشكله، تمام. اخر حاجه اللي هي الديفورميشن، وهذه بتكون بسبب ميكانيكال فورس، يعني انا ماشي عندي عمليه النمو طبيعيه، تمام، لكن جاء عندي ميكانيكال فورس اثرت على ايش على الديفلوبمنت، وحنشوف ايش بالتفصيل. بس نرجع نقرا الكلام هنا، قال لك المالفورميشن ذا نورمال ديفلوبمنت بروسيس از التيرد، نفس النورمال ديفلوبمنت بروسيس هذه فيها مشكله،
such that a given structure cannot form or forms improperly. يعني لو كان عندي مثلا عضو فيه له مثلا malformation فيه له مشكلة في التكون حقه ما راح يتكون بشكل طبيعي. تمام؟ The error is intrinsic يعني داخلي to the morphogenetic process itself. يعني المشكلة في نفس عملية التكون الطبيعية. تمام؟ بعد كده disruption عشان نمشي أنا ماشي على نفس الترتيب الصورة هنا disruption. تمام؟ alterations to already existing structures يعني الستركتشر ايش بدا يتكون طبيعي تمام لكن صار له alterations تمام often involving extensive destruction of tissue or prevention of later tissue or organ formation can arise from mechanical or physiological factors تمام مثلا عندنا شيء اسمه الامنيوتيك باند سيندروم حنشوف شيء والفيتال فاسكولار اوكلوجن بلاسنتال امبولا المهم في انواع مره كثير منها بس انه انا لما قرات عنه يقول لك ان الديسربشن هذا يكون غالبا يسبب ايش في مشكله يكون في البلد فيسلز غالبا الديفورميشن اخر واحد اللي هو هنا في الصوره هذه اللي قلنا انه يكون في تاثير ميكانيكال فورسز تمام يقول لك ايش alterations to already existing structures لاحظ ان disruption والdeformation كلهم ايش alterations to already existing structures كلهم نفس الشيء الفرق انه deformation يكون ايش physical او mechanical force disruption لا مو شرط تمام هذه بتسوي alterations in body shape form or position often due to uterine constrict او حنشوف الامثله اللي هذا فنبدا اول شيء بايش بالإيش بالمالفورميشن قلنا a morphologic defect of an organ part of an organ or a larger region of the body تمام during formation that results from an intrinsically abnormal development process يعني هنا باختصار نفس ال developmental process فيها مشكلة تمام most of them have their origin during 3 to 8 weeks of gestation ليش نقولنا تفتكروا هذه اللي كانت إيش فترة الأورجانوجينيسيس تمام are caused by environmental or إيش genetic factors هذا اللي هي مين المالفورميشن الامثله اللي عندنا اللي هي البولي ديكتاي اللي هتفتكروها اخذناها في الترمينولوجي اللي كان يكون عندهم 6 أصابع السباينا بيفيدا الانفوسيلي الانسفالي حقت النيوروبورز انها ما تقفل تمام طيب بعد كده نيجي عند النوع الثاني اللي هو الديسربشن تمام a morphologic defect of an organ part of an organ or a larger region of the body after formation يعني أنا عندي العضو في البداية تكون بشكل طبيعي أتكون بشكل طبيعي تمام في البداية بدأ يتكون بشكل طبيعي تمام وبعد كده صار في إيش disruption لعملية النمو الطبيعية هذه فيقول لك morphologic defect that results from exposure to a teratogen or an interference with an originally normal developmental process يعني في malformation كان نفس العملية من البداية فيها مشكلة تمام disruption العملية بدأت طبيعية بعد كده جاء شيء إيش خرب عليها منها اللي هو الفود ديستربشن امبيوتيشن ديو تو امنيوتيك باند سيكونس هذا اللي فهمته من ان الامنيوتيك باند سيكونس انه ايش مو الامنيوتيك ساك يطلع كذا منه جزء كذا او كذا كانه خلايا وكانها تنلف كذا حوالين ايش حوالين البيبي فكانه كيف اشرح لو هذا مثلا قلنا امنيوتيك ساك تمام بعدين هنا في بيبي معليش انا ما اعرف ارسم ابدا فلا حد يضحك يعني معليش هذه اقصى مهاراتي في الرسم تمام فاحيانا ممكن يطلع ايش من الامنيوتيك ساكينه كذا زي الخط او الباند تمام وينلف مثلا حول الرجل فيصير كانه ايش شوف هنا كانه باين كانه كان في خط هنا مقفل النمو فما راح يوصل هنا في بلد وكذا فايش فيصير هنا عندنا ايش في مشكله في الفورميشن حق الاورجن هذا في شيء عندهم هذا اللي هو الجاستروسايز ما اعرف صراحه كيف نطقها بالضبط بس يقول لك انا ابدو من الوول ديسربشن لو نلاحظ هنا نشوف انه الانتست مثلا هي متكونه تقريبا بشكل طبيعي لكن كانه في ايش في شيء خرب النمو عليها وكذا يعني كانه طلعها تمام هذا اللي هو قلنا ايش الديسربشن فهنا يقول لك partial disruption of the abdominal wall in the area supplied by the right omphalomocentric artery تمام اخر نوع عندنا اللي هو ايش الديفورميشن تمام اللي قلنا بسبب ميكانيكال فورس an abnormal form, shape, or position of a part of the body that results from mechanical forces. تمام؟ example, the club feet قلك are caused by compression in the amniotic cavity. oligohydramnios. فكروا اللي خدنا اللي قلنا لما خدنا في الليكشر حق الفيتال ميمبرينز أخذنا الoligohydramnios اللي هو low amniotic fluid. شوف هنا الصورة مثلاً هذا عندنا هذا البيب مثلاً في oligohydramnios. تمام؟ ف البيبي مره مضغوط ما عنده مساحه انه يتحرك ايش براحته رجله ايش مره مضغوطه فبالتالي كذا تبدا تتلوي العظام تكونها تبدا تتكون وهي ايش يعني كانه فيها كيرف تمام فلما يطلع البيبي ما كذا تكون كانها رجله ملوحه ما يقدر انه يمشي كويس
فهنا يقول لك ايش positional deformation of feet due to a fatal constrict associated with oligohydramnios malposition during later weeks of pregnancy. يعني عندنا هنا الرجل متكونة طبيعية ما فيها مشكلة، تكون الرجل طبيعي، لكن بسبب الميكانيكال فورس حقه الكونستركشن حقه اليوترس على البيبي انه وما عنده مكان انه يحرك رجله، تمام، فصارت مضغوطة وصارت ايش كذا ايش اتلوحت، تمام. فهذه هي ايش انواع التايب اوف ابنورماليتيز. فباختصار يعني نعيد الفرق بينهم، مالفورميشن عندي مشكلة في نفس ايش في نفس عملية التكون الطبيعية، سببها environmental أو genetic disruption، ممكن تكون physiological أو mechanical بغض النظر، لكنها بتسبب مشكلة في شكل النمو أو في إيش في النمو، بدأ نمو طبيعي وصار له disruption، سواء disruption كان mechanical أو physiological، تمام، وسبب abnormal growth للorgan، تمام. deformation لا، عملية النمو كانت ماشية طبيعي، جات عندنا ميكانيكال فورس تدخلت وغيرت ايش في الشكل في الموضع حق ايش حق الـ حق الـ حق الاورجن مثلا او الشيء اللي تكون، لكن ما سوت ابنورمال يعني اورجن ديفلوبمنت، يعني ما عندي كذا شيء غريب او شيء خارج برا وشيء داخل بعض وكذا، لا، بس انه والله في 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 مثلا كيرف، في شيء داخل، في شيء ما هو شابك كويس، في زي اللي هو الشولدر ديسلوكيشن اظن او شيء، او الهيب ديسلوكيشن يكون ما يرتبط كويس. فهي ايش هنا فكره الديفورميشن.